السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة المحمدية ونروح نشوف بعض التهيئات الجديدة التي قايد الأشغال على كل حال. نروح نشوفوا جانب من المدخل الجديد نتاع على مستوى منطقة صابلات. فيه مدخل جديد نتاع مسابح تم إنجازها مؤخرا، وهنا نشوف هذه التهيئة الجديدة. هنا نشوف كل حد، هنا رانا في المكان تاع إنجاز تاع نفق نتاع جسر جديد، وهنا نشوف هذا هو المكان الذي تم تهيئته. تم تهيئته هنايا على مستوى المدخل تاع منطقة المسابح. هنا فيه مكان تاع المسابح، إذن هذا هو المكان الذي تم تهيئته. هنا المنطقة هذه فيه أشغال تحت التهيئة نتاع هذا الطريق. هنا فيه الطريق، راه قيد الأشغال. هذا الباركينغ تاع المسابح، كاش مي تروح منا مغلوقة، وهذه لا بيسين هاي مفتوحة، بيسين مازالها مغلوقة. إذا المسبح مازال مغلق هذه السنة، فيه أشغال كثيرة. كذلك نشاهد أنه من جهة البحر، جهة الواجهة البحرية، فيه أشغال كذلك. لاحظ انه فيه اشغال كثيرة في هذه الجهة. هذه هنا اشغال تحت توسيعة نتاع الواجهة البحرية. نكتفي بهذا القدر، خليكم تتابعوا ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.